تريزيجيه الحقيقه مكسب كبير جدا المعسكر ده واحد من اهم انا بشوف اتنين من اهم المكاسب في المعسكر ده حمدي فتحي وتريزيجيه والاثنين نجوم كبار من قبل المعسكر ده, ده شيء ما فيش شك فيه لكن انا بشوف ان هما تقدر تقول ان هما من الاسماء اللي اصبح الرهان عليهم ضروره حتميه بالنسبه لروي فيتوريا يعني الاثنين دول اعتقد ان هما حجزوا في فكر فيتوريا سيبك من التشكيل والمباريات وظروفها محدش عارف من هنا ل يناير ممكن ايه اللي يحصل لكن انا بشوف الحقيقه ان المعسكر ده اثبت انه الاثنين دول كل واحد في مركزه لا بديل ولا غنى عنه ما ينفعش تفكر في حد تاني حمدي فتحي عامل ادوار هجوميه رائعه وبيستمر الحقيقه في تطوير مستواه في النواحي الهجوميه فكرتي انا شخصيا عن حمدي انه قدراته الدفاعيه اكبر بكتير من قدراته الهجوميه وده حقيقي حمدي لاعب ارتكاز نموذجي ولو طلبت منه يقوم بكل الادوار الدفاعيه اللي ممكن يقوم بيها اي لاعب ارتكاز في اي خط نص هيقدر يقوم بيها بمنتهى الكفاءه لكن تطلب منه انه يكون ليه ادوار هجوميه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن اللي عمله حمدي مع الاهلي في الفتره اللي كان موجود فيها طبعا قبل ما يروح الوكر واللي بيرجع يكرره مره تانية مع منتخب مصر بيقول ان اللعيب ده الحقيقه عنده منتاليتي وعنده رغبه في تطوير مستواه هدفين منتخب مصر في ماتش زامبيا وماتش الجزائر حمدي فتحي تكمله حمدي فتحي الهجوميه اللي كان بيعملها مع النادي الاهلي كوبي بيست نسخه طبق الاصل من اللي حصل مع منتخب مصر وتريزيجيه الحقيقه احنا عارفين طبعا من البدايات انه تريزيجيه لاعب من عيار يعني تقيل يعني لكن كان الحقيقه فكره توالي الاصابات وابتعاده عن المشاركه اصابه ثم اصابه انه يرجع لمستواه مره تانية بالمستوى اللي ظهر بيه مع المنتخب اعتقد انه واحد من اهم مكاسب معسكر. النهارده اللي عايز يتفرج على ماتشات بما ان احنا في فتره توقف واجنده دوليه، النهارده انا رشح لحضرتك ماتش واحد، في ماتشات كتير في تصفيات يورو، فنلندا كازاخستان، صربيا مونتينيجرو، ليتوانيا المجر، ايرلندا الشماليه سلوفينيا، سان مارينو الدنمارك، ومالطا واوكرانيا، سيبك من كل ده، اتفرج على ضمانتي على انجلترا وايطاليا، مباراه آه يعني نسخه مكرره من نهائي اليورو. الاخير واعتقد انها هتكون مباراه من العيار الثقيل بين اثنين من أتقى المنتخبات الموجودين في اوروبا لو انجلترا كسبت النهارده تتاهل مباشره لليورو لو ايطاليا كسبت او في تعادل يبقى هيتاجل الحسم لحسابات اخرى طيب